didn't sell it. رجعنا مع إدارة مخيم الهول وبالتنسيق بين المجلس التنفيذي لمدينة الرقة شمال شرق سوريا وإدارة المخيم تم الموافقة على إخراج عدد من عائلات أسرة داعش النساء والأطفال. بعد عدة حوارات في الشمال تم عقد اتفاقيات واستجابة لمطالب الأهالي، ومن احدى مخرجات المؤتمر تم الاتفاق على اخراج عدد كبير من النساء والاطفال من قوات داعش وفق الطلبات المقدمه. طبعا احنا استلمنا عدد من عناصر النساء والاطفال وسيتم تسليم لذويهن عن طريق احتفالات الوجاء والشيوخ او ذويهن الاصليين. العدد اللي تم اخراجه اليوم 105 عائلات، ويقدر عددهم ب 350 شخص لمنطقة الطبقة والرقة.